اليوم ندخل على شيء شوي ديب اكثر اللي هو الكور اوف يوزنج الريفت جوا ايش جوا البيم. الريفت هو عباره عن موديلنج تول وراح يعطيني ابيليتي اني انا اوصل في البروجكت تبعي ل مكان انا بقدر اسميه اللي هو انفورميشن موديل او الفول انفورميشن موديل. تمام، شافوا الانفورميشن موديل، يعني انا بلشت من الكونسبشوال سكتشز، بعدين رحت على الموديل اللي برضه كونسبشوال، طلع معي للسكيماتيك، بعدين طلع معي للديتيل ديزاين، راح معي للاي اف سي، بعدين راح معي للديتيل ديزاين دروينجز اللي هي الشوب دروينجز خلينا نحكي، بعدين راح معي للازبلت، بعدين طلع معي للفور دي، بعدين راح معي للفايف دي، بعدين راح معي للسكس دي اللي هم حكينا الليفل اوف ديفلوبمنت فيرسز الدايمنشنز اللي ممكن يكون لهم علاقه في البيم. هلا اليوم بدنا نفهم ايش في الحياه اشياء ريليتد لهذا الكلام اللي احنا عم نحكي. عشان نفهم هذا الموضوع احنا محاضرتنا اليوم عن الوولز باي ذا واي، والوولز اللي هي الاليمنت الاكثر استخداما سواء كان عندنا كاركتكتس وبرضه مستخدم بشكل كبير عند الاستراكشرال انجينيرز مع الاعمده والسلابات اللي اشتغل عليهم، واللي بينطبق على الجدران بينطبق على كل البيلدينج كومبوننتس الثانيين اللي راح استخدمهم في الموديلنج في البروجكت. اذا سالنا سؤال ايش هي الطريقه اللي بصير فيها الكونستراكشن للجدار في المشروع، بحط بالاول الطوب. قبل ما احط الطوب اول اشي راح اعمله ان انا احدد انه هذا الجدار اصلا طوب. سو اول بارت اني انا اعرف انه هذا الجدار تبعي نوعه اكس او واي او زي. تمام، بعد ما عرفت انا محدد من المخططات تبعوني لوكيشن هذا الجدار، بعدين في عندي اشي في الحياة اسمه ماتيريال سبميتال بيحدد لي شو الماتيريال اللي راح استخدمها، شو طبيعتها وشو السبيكس تبعونها ولو موافق عليها ولا لا، وبعد ما تاخذ الابروفل ويجي دورها بشيء اسمه ميثود اوف ستيتمنت اللي هو كيف طريقه التنفيذ، بمشي على الميثود اوف ستيتمنت اللي ماخذ الابروفلز. فا اي ويل كومبلاي مع الدروينجز، اي كومبلاي مع التايبس، اي كومبلاي مع الماتيريال ديسكريبشنز وسبيسيفيكيشنز، واي ويل كومبلاي مع الميثود اوف ستيتمنت، اي كومبلاي مع الوقت. كل هذا بده يصير علشان انا بدي ابني جدار طوله 5 متر. هي الجواب تبع الكونتراكتر اللي راح يبني هذا الجدار على السؤال انه how are you going to build this wall. هذا هو الميثود اوف ستيتمنت، وهذا لازم الكونتراكتر يقدمه على كل شيء راح ينبنى في المشروع. ولما احكي كل شيء ينبنى في المشروع عم بحكي في المشاريع المحترمه الكبيره كثير large scale projects ومع الشركات اللي honestly بتحترم حالها، يعني الكونتراكترز اللي مرتبين والمشاريع اللي مرتبين والكونسلتنتس والكلاينتس اللي مرتبين. لكن ما بدي اكون اسود صراحه لدرجه احكي مش موجودين في الاردن، مشروع كبير في الاردن راح يطلب هاي الاشياء. فيلا سكيل او ابارتمنت بيلدينج او مشاريع صغيره مش ما بطلبه بقدر ما هو يعني ممكن نمشي بسرعه، يعني بيكون مشاريع لازم يكون في هذا الحكي موجود. طيب Let's say انه انا حددت نوع الجدار وهذا الجدار بده ينبنى، خلينا نشوف هيك بس اكمل صوره كثير سريعين عن انواع الجدران. اذا بتطلع على السكرين الموجوده بلاحظ انه في عندي جدار، هذا الجدار عباره عن ايش نوعه؟ هذا الجدار اذا بقرا تحت بلاقي في شيء اسمه ماسونري ديتيلينج، وعم بيعطيني على كل واحد من هذه الارقام الموجوده عندي ديسكربشن. هلا مش شرط كل ما اشوف ريبار او اشوف حديد موجود معناته هذا reinforced concrete. هلا ممكن يكون في reinforcement بالطوبة في البلوك وول، ويوجوالي بيستخدم عند أسلحة الشبابيك أو اللنتلز اللي هي اللي بنسميها بالعربي الجمط. تمام، هلا أنا ما راح أتوقف اليوم عند هاي بالضبط هاي الصورة وأمشي عليها، لا أنا بس عم بستعرض عشان نفهم إيش الديتيلز بنحكي عنها. وإذا كنت بدي أوصل لهذا الليفل أوف ديفلوبمنت تمام وهذا الليفل اوف ديتيلز الموجود في هذا الاوبجكت، سو انا بحكي في ليفل كثير عالي بوصل فيه بالال او دي 400 والال او دي 500 حسب الاتفاق اللي راح يكون بالكونتراكت المطلوب فيه بيم موديل اب تو ويتش ليفل اوف ديفلوبمنت. ويوجوالي لما احكي اني انا بدي اوصل لليفل اوف ديفلوبمنت اعلى من 300 بصفي بهذا المكان لازم اما في البيم اكسكيوشن بلان او في الكونتراكت او في اي لتر رسميه انه يتحدد كل اوبجكت من الاوبجكتس اللي عم تنشغل في الموديل تبعي وات از ذا ليفل اوف ديتيلز. واذا بنتذكر في محاضراتنا الاولى لما اخذنا الانترودكشن عن البيم او اخذنا الانترودكشن عن الشغل تبعنا سواء كان كونستراكشن او بروجكت او ديزاين، كنا نحكي انه اذا بدي احكي ليفل
LOD فهي إما تكون Level of Development أو راح تكون Level of Details. Level of Development هي the whole concept أو the whole idea إنه لوين بدي أوصل في البروجكت تبعي، وهي عبارة عن description لحتى كل البارتيز اللي لهم علاقة في البروجكت يكونوا عارفين إحنا يعني high level description لوين بدنا نوصل في الموديل. هلا لما أحكي Level of Details، لا أنا دخلت deep كتير وصرت أحكي إنه أنا ال wall أو البلوك وول، البلوك وورك سوري وول اللي هو عبارة عن 150 مليمتر، إيش اللايرز اللي بدي أشوفها فيه وإيش التفاصيل اللي بدي أشوفها فيه. هل أنا بدي أوصل لمرحلة إني أنا أشوف البلوك بفتحاته بالكونكريت اللي راح ينصب بين الفتحات في أماكن معينة، بالبلاستر، بالمش اللي راح تنحط قبل البلاستر عشان ما يعمل كراكينج، بالستادز أوف بلاستر أو سوري بالودعات تبعت البلاسترز، وبالدهان، وإذا كان في جيبسون بورد بدي أشوف مثلا الستادز وأشوف البراغي وأشوف العزل وأشوف ليرات الجيبسون بورد، ولا أنا الليفل أوف ديفلوبمنت للجدار تبعي هو بس عبارة عن خطين وسماكة وفي بينهم هاتش. اللي بيحدد الكونتراكت والليفل أوف ديفلوبمنت المطلوب، يعني لما أحكي مثلا الليفل أوف ديفلوبمنت 400 سو ديفينتلي ما راح أشوف خطين وبينهم هاتش. لما أحكي LOD 500 ديفينتلي ما راح أشوفه بدون مثلا الستادز للجيبسون بورد، لأن أنا صرت عم بحكي عن أزبلت. تمام. وفولي ديسكرايبد اوبجكتس، ديسكربشن بده يكون واصل للماكسيمم، ديسكربشن سوري راح يكون واصل برضه لاعلى ليفل من الليفلز المطلوب او كل المعلومات تكون موجوده. هلا لو رحنا على وول ثاني مثلا بلاقي برضه هون بهذا الجدار ما وقف عند وجود خطين ووجود فتحه شباك في الجدار، لا وصل لمرحله الكلادينج تبع الجدار، فرزات والجروفز تبعت الكلادينج تبع كل واحد من الجدران، علاقه الشباك بالجدار، وكيف تفاصيل الألمنيوم للشباك على اللي عم بركب على الجدار. وإذا بلاحظ بلاقي برضو في عندي أنا هون حشوة للجدار، ممكن تكون عبارة عن صوف صخري للعزل، ممكن تكون أي شيء تاني. نروح على صورة ثالثة، برضو نفس الشيء عم بحكي عن التفاصيل، عن لنتل للشباك، كيف الشباك راكب، علاقة الجلاس بالألمنيوم فريم، بلاقي برضو سكشن ألمنيوم فريم فولي ديتيل مع البرطاشة تبعت الرخام. سو صار عندي أنا fully detailed model.